عندك سواد في الرقبة، عندك سواد في الركب، سواد في الكوع، سواد في أماكن معينة. طب اتفرجي على الوصفة دي وقولي لي ايه رأيك. الوصفة دي جميلة جدا وبتسرع على التفتيح وجميلة قوي قوي قوي. اول حاجة معايا معجون، اي نوع معجون بتحبيه او بتحبي تستخدميه. انا هستخدم سيجنال، فانت لو عندك حاجة معينة تقدري تستخدميها مفيش اي مشكلة. فانا حابة صراحة فده حلو قوي قوي، ومعظم الوصفات كلها بتبقى بسيجنال اصلا. هاخد بقى معلقة صغيرة، مش معلقة كاملة يعني، يا دوبك كده ايه طرف معلقة، حتة صغيرة طبعا على حسب الكمية اللي انت هتستخدميها. ما تنسوش اللايك يا بنات، اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من البنات ويوصل لكل البنات ونستفاد وكلنا نستفاد مع بعضينا. هنا بقى معايا ليمونة، الليمون قوي جدا في تفتيح التصبغات والبقع اللي بتبقى في الركب والرقبة ومثلا تحت الباط، الكوع، الركب، الحاجات دي. فالليمون مع المعجون بقى تحفة قوي، كمان هتشوفي فرق من اول استعمال حلو جدا جدا وهيعجبك. عصرت نص ليمونة، طبعا الوصفة دي يعني هتكفيني تحت الابط والركب والايد مثلا. فالوصفة على حسب ما انتي هتقدري تعملي ايه بتكملي وتزودي بقى الكمية وتضعفيها. هشيل بس البذر بتاع الليمون. ولو ما اشتركتيش لسه معنا في القناة انزلي يلا اشتركي معنا في القناة وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. قلب المعجون والليمون كويس جدا علشان يتفاعلوا مع بعضهم، وكمان عشان المعجون يفك بالشكل ده. بصوا ابتدى يدوب معايا المعجون ويفك خالص زي ما احنا شايفين. نبدأ بقى نكمل بقية المكونات بتاعتنا. هقلب بس كويس. الوصفة دي جميلة جدا زي ما قلتلك. المعجون السنان من الحاجات الشديدة جدا على الاماكن زي الرقبة، زي الاماكن الحساسة والحتة اللي هي المناطق اللي بتبقى فيها غمقان او سواد شديد. فالمعجون والليمون مع بعض هيعملوا يعني مفعول شديد جدا وقوي في الوصفة. كمان هبدأ احط معاها البيكنج باودر او خميرة الحلويات، في معظم البلاد طبعا حسب بقى البلد بتاعك. هحط بس ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وطبعا البيكنج باودر من الحاجات القوية جدا مع الوصفة انها تفتح الاماكن السودة جدا او الاماكن الداكنة اللي بتبقى في الجسم. حطيت ربع معلقة وهيبدأ المفعول البيكنج باودر هيظهر من اول ما نحطه كده ونقلبه. هيبدأ الكميات تتضاعف وهيبدأ يبقى فيه فوران زي ما احنا شايفين. فكده يبقى الخلطة مفعولها اشتغل، او ان يبقى ان الخلطة كده سليمة وماشيين كده تمام. انا كده خلاص اهو قلبتهم، بصوا الكمية عملت ازاي تضاعفت. هبدأ اجيب كمان معايا زبادي او الياغورت على حسب برضه كل بلد. هاخد منها معلقة، اي نوع زبادي عندك او الياغورت زي ما قلت. هاخد معلقة صغيرة كده يعني معلقة حلوة تمام. الزبادي بقى من الحاجات اللي بتهدي، لو انت بشرتك حساسه هتهدي معاكي جدا ومش هيعمل لك التهابات. طبعا لو بشرتنا حساسه جدا بنعمل اختبار في المكان اللي احنا عايزين نعمل فيه الوصفه ونعرف في حساسيه، في احمرار، في حبوب، الكلام ده كله. لو في الكلام ده كله بنشيل الحاجه اللي بنتحسس منها وبنكمل الوصفه عادي جدا. حطيت معلقه الزبادي زي ما احنا شفنا وقلبت الخلطه كويس جدا تمام كده. وطبعا الزبادي من الحاجات الجميلة برضك اللي بتهدي وبتفتح البشرة. هجيب معايا معلقة من لبن البودر او الحليب البودر، باخد منه معلقة اللي هو النيدو، لبن النيدو اللي هو الحليب النيدو البودر، عشان برضك في كل بلد ان كانت البلاد العربية بتسمعنا طبعا، فعشان بيبقوا مش عارفين الاسامي كويس فانا بقولها بكل اللغات عشان كله يقدر يستفاد ويفهم الطريقة. هقلبهم كويس جدا. وطبعا الحليب البودر اللي هو نيدو بيفتح البشرة جدا، وكمان حلو قوي 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 على تصفية البشرة. فلبن نيدو ده او الحليب النيدو حلو قوي، فانا حطيت منه معلقة وقلبته. وطبعا زي ما قلتلك الوصفة على قد الكمية اللي انت هتستخدمها، يعني انت لو هتعملي للجسم كله بتضاعفي الكمية حسب ما انت هتستخدمي. هنا قلبتهم كويس زي ما احنا شايفين، بصوا القوام بقى بتاعها شايفين قوامها حلو قوي 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 تمام كده. هبدأ كمان استخدم معايا الشابة، عارفين انتوا الشابة بتاعت العرق، بس تجيبيها مطحونة
باخد ربع صغير منها، بتفتح جدا، بتخلي البشرة صافية حلوة قوي. بس باخد طرف المعلقة، يعني يا دوبك ربع معلقة مش اكتر من كده. هي حلوة قوي قوي قوي، وكمان المسام بتنظف المسامات بتاعت الجسم، حلوة جدا، وكمان بتفتح جامد. فالشابة من الحاجات الحلوة قوي برضك اللي في الوصفات، بتبقى خطيرة. انت ممكن تجيبيها احجار، لو هو ادهالك العطار احجار، وبتطحنيها في المطحنة او بتدقيها، وبتخليها ناعمة خالص زي الرمل، وبتقدري تستخدميها بقى في اي حاجة. تحفة الشابة، جميلة جدا. كده القوام بتاع الوصفة تمام جدا. ببدأ استخدمها ازاي؟ انا هنا عشان ايدي بقى متعوره وعامله تقشير، فمش هقدر اجي جنب الحته دي، بس هاجي من فوق كده علشان انا عامله تقشير، فما يعمليش التهابات. هبدا بقى ان انا احط الوصفه بتاعتي في المكان الغامق او المكان الداكن بتاعي بالشكل ده. طريقه استخدامها بتبقى ازاي؟ بتبقى على جسم نظيف، يعني مثلا انت واخده الشاور بتاعك من امبارح، فبتبداي تاني يوم تبداي الوصفه بتاعتك علشان المسام تبقى مرتاحه وكمان نظيفه. فبحط الوصفه بتاعتي وبسيبها ربع ساعه تنشف على الجسم في اي مكان هتستخدميه، بس البشره لا، هو على الجسم بس، يعني اي مكان في الجسم لكن الوجه لا. وابدا اسيبها ربع ساعه تنشف خالص، وبعد كده ببدا ان انا اشطفها بميه ساقعه، ميه بارده، فعشان المسام كمان تبدأ تتقفل معانا، والوصفة تبقى استفدنا بيها بجسمنا. والوصفة دي بتستخدميها مرتين في الأسبوع لو عندك أماكن داكنة جدا جدا، ولو انت الأماكن عندك هادية مثلا ما فيهاش أماكن داكنة قوي، بتستخدميها مرة واحدة بس في الأسبوع. بس أهم حاجة ان الوصفة تكون نشفت، يعني بتسيبها ربع ساعة لحد ما تنشف تماما. بعد كده بتغسليها وتحطي كريم بقى مرطب بتاعك، اي كريم او اي لوشن بتستخدميه. لازم ان احنا نرطب البشره عشان البشره ما تبقاش مشدوده قوي، وكمان عشان ما تطلع لناش حبوب ولا اي حاجه، وما تبقاش البشره ناشفه، لا تبقى طريه وناعمه. ما تنسوش اللايكات والاشتراك في القناه وفعل الجرس، وباي باي.